السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وش راكم خوتي خياتي؟ إن شاء الله تكونوا مليح. اليوم جبت لكم كود رنفوا تاع جيزي. كي تحب تكون في كاش بلاصة ما فيهاش ريجون ولا كي تحب تدير الكود يبعثوا لك، يعيطوا لك، تلحقك رسالة، يعني كي يعيطوا لك ما يحكموكش، تلحقك رسالة بالرقم اللي عيط لك. يعني كي تكون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وش راكم خاوتي خياتي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله جبت لكم الكود تاع رونفوا تاع جيزي. يعني كي يكون كي عيط لك كي دير الكود هذا ويعيط لك، تخرج عندك رسالة بالنمر تاع الشخص اللي عيط لك. يعني هذا الكود يديرو بزاف اللي يكونوا في بلاصة ما فيهاش ريزو ولا بلاصة ناقصة ريزو فيها بزاف، واللي يخدموا بعيد وما كاش ما يقدروش يعيطوا لهم. يعني يلحقك غير الميساج، يعني دير الكود هذا يلحقك هذا الميساج بالنمر تاع اللي عيط لك. هذا الكود سهل درك نعطيه لكم. عاونوني خاوتي بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، هذا يدعمنا لكي نستمر بتقديم المزيد ان شاء الله. الكود سهل. واش دير؟ تدخل للهاتف اول شيء. واش دير؟ دير نجمه 21 ومن بعد دير نجمه، ومن بعد واش دير؟ دير 333، ومن بعد دير دياس. كي دير دياس دير اوكي. كي دير اوكي راح تفعل هذا الكود، يولي اي انسان يعيط لك يلحقك ميساج بالرقم الخاص به اللي عيط لك به. يعني اذا عيط لك وكنت داير الكود هذا يلحقك ميساج. وكي تحب تنحي هذا الكود واش دير؟ الكود اللي تنحي به ساهل. واش دير؟ دير نجمه واحد دياس، عفوا دياس 21 دياس، ومن بعد دير اوكي. كي دير اوكي يروح لك هذا الكود. هذا هو الكود اللي جبت لكم اليوم خاوتي تاع تعجيزي رونفوا. كي تكون في كاش بلاصه يلحقك ميساج ولا يعيط لك كاش واحد يلحقك ميساج من رقم الشخص اللي عيط لك. هذا الكود الزواج. درت لكم المره اللي فاتت الكود تاع موبيليس وهذا الكود تاع جيزي. المره الجايه ان شاء الله بربي ندير لكم الكود تاع كونغيدو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.